هذا كتير حلو، ما هيك؟ أنا عجبني، بس المهم يعجب ميرنا. بتشلح وبتلبس وما في شي عم يعجبها. تركيها على راحتها، يلي بيعجبها تاخده. وخليل ما لقى غير هالمحل اللي بعتنا عليه. لا تقولي ما عجبك. معقولة؟ بس كتير غالي، مو حرام مشان كم ساعة؟ لأنه ما بتنلبس غير يوم واحد بس. إذا عجبها شي لميرنا منحاول، بركي بيأجرونا يا. إيه بس ما منعرف إذا بيأجروا ولا لا. عفواً مدام، بساعدك بشي؟ لا، يسلموا إيديك. يا الله ما أحلاكي. كتير حلو، مستحيل تلاقي أحلى منه. عن جد؟ ما شاء الله، الله يحميك من العين يا بنتي. عن جد حلو؟ شو رأيك أمي؟ كتير حلو، كتير كتير. المهم إنك تحبي. قيس هداك مرة تانية؟ وهداك كمان لا بقلي، بس عم بقول خلينا نسأل عن الأسعار بالأول. ما رح نقدر نعطيكم فكرة عن الأسعار لأن السيد خليل وصانا. تليفونك ميرنا. هذا خليل. ألو؟ شو عمري؟ نقيت البدلة؟ لهلأ لسه ما قررت، لأنه كل بدلة عم يقيسها أحلى من التانية. معناتها خديهم كلهم ومنساوي عرسنا 40 يوم بلياليهم. وانت كل يوم تلبسي فستان. وينك؟ 5 دقائق بكون عندك. خليل جاي لنشوف هو شو رأيه. كان عندي جارة ببرلين كانت تقلي إذا العريس شاف العروس قبل العرس بالبدلة هذا بيكون فال مو كويس. يا ريت ما يشوفها خليل. سهيلة، والله مو بإيدي، إذا بيصير له شيء والله بتقطع قلبي. سلمي أمرك لربك واهدي يا رب. ما بعرف بالضبط شو اللي عم يدور بمخك، بس بحب قلك واضح انه الأرقام أخذتك على مكان كتير غلط. وشو علاقة الأرقام بالموضوع يلي عم نحكي فيه؟ بتصور اللي حكيتيه ما طلع براسك فجأة. شو اللي خلاكي تفكري انه خليل ابني؟ ما فهمت عليك. رح تموت لحتى تعرف مو؟ كنت بتمنى بس لا. انسى، اذا صار عندك فضول وحبيت تعرف بتتنازل لي عن حصصك بالشركة، وغير هيك ما بقلك. ولا تحلم تاخد مني كلمة بغير هيك. وهلأ عن اذنك عندي موعد ضروري، بشوفك. حلو. هاد ألماس بيكون غالي كتير. وبعدين معك ميرنا، ما قلت لك اللي بيعجبك خدي وما تسألي عن السعر؟ وانتو شو رأيكم؟ مثل ما انتي بدك يا بنتي. طيب ناخده. الماس مو هيك؟ ما بعرف، هلا بنشوف. شو هاد؟ هاد خاتم كان لأمي، ما كانت تشيله من إيدها أبدا. وهو أغلى ذكرى بقيت لي من أمي. وبدي إياك يا أميرنا إنك تلبسي هالخاتم. بس هاد لأمك. لو كانت عايشة أنا متأكد كانت هي لبستك يا.
شكرا خليل. طيب البسي لنشوف اذا بيجي عياس اصبعك. نحن منظبطه. واسع شوي. ولا يهمك، انا بظبطه عياس اصبعي، بكره بيكون جاهز. ماشي وهذا تمام. طيب معناتها خليكي لابستيه. شكرا يا عمري. شو رايح؟ بدي كمل شغلي. بلاها ما عاد تناقشيني بهالقصة. أنا مصمم. خايفة، خايفة ما ترجع. إذا ما رجعت مصطفى شو بقول لشيماء؟ شو بدي أقول لها هالمرة؟ أبوكي تركنا وراح مشاني، مشان شيماء لا تروح. مالنا غيرك. بخلص وبرجع. وقف، ما دامك مصمم وما رح تتراجع ماشي، أنا رح ساعدك. نقعد سوا ومنحط خطة مشان ما يقدروا يمسكوك. أنا رح جيب لك ياها وبتقتلها وبتطفي نارك. لا تتهور ولا تستعجل، خلينا نفكر وبعدين منهرب مع بعض ومنبدأ حياة جديدة ومنضل مع بعض على طول. وهلأ رجاءً لا تروح، بوعدك رح جيب لك ياها. جربني وشوف. بوعدك مصطفى، وعد شرف. لو شفتوا هالمحل اللي بعتنا عليه خليل، شو اهتمام، شو معزة. اياه هيك المحلات يا بلا. ايه طبعا بدهم يهتموا، الله العليم قديش دافع لهم. وكمان هو موصيهم ما يجيبوا سيرة السعر. شفتوا شو مزوقها هالخليل؟ حتى الصايغ موصى، كمان ما جاب سيرة قدامنا. ورجيني هالخاتم مرة تانية. يا سلام يا سلام، هذا كتير غالي ما هيك؟ ما جاب غير خاتم؟ اجيب مثله. اعطاني خاتم ذكرى من امه، كمان هداك كتير غالي. خاتم على الناشف، الأصول يجيب شي معه. الأصول نحن نشتري له شي كمان. الإنسان لازم تكون عيونه شبعانة. فيك تشتري له ساعة أو شي تاني. وشو المناسبة لتجيبه له؟ مفكر حاله بده يعمل قلبنا بشقفة خاتم؟ ما كان يعرف يشتري له شي عقد، سوارة تقيلة، شو فكرنا ما نفهم؟ إذا البخيل مصطفى جاب لها بهديك الحسبة. والله جاي عبالي روح ستله هالخاتم بوشه. لا تردي عليه. شو عم توشو شو لحيوان؟ لك انتو ما فيكم ذوق وأدب بالمرة. عم تقلها لا تردي علي يا واطي؟ أنا بفرجيكم يا كلاب. أصلاً أنا بعرف كيف خليكم تحسبوا الحساب. قلة ذوق. حسن، لا تتضايقي ولا على بالك. إيه كرمالي. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.